دشنت وزارة الصحة رسميا المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. أوضح وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن المبادرة بدأت في 11 من يونيو الماضي بتسع محافظات كمرحلة أولى، في حين من المقرر بدء المرحلة الثانية التي تضم 11 محافظة بنهاية العام الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول الربع الأول من عام 2024. وقام وزير الصحة بافتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض. مستمرين في هذه الحملة، مستهدفين 30 مليون مواطن. بدأنا في تسع محافظات في المرحلة الأولى زي اسكندرية وزي مطروح وزي دمياط وزي البحيرة وأيضا الفيوم وأسيوط وجنوب سيناء وبورسعيد. دي المرحلة الأولى اللي احنا بدأناها في 11 يونيو، وإن شاء الله مع نهاية هذا العام هنكون وصلنا ل 11 محافظة كمان، مع الربع الأول من عام 24 نكون انتهينا ودخلنا ال 27 محافظة. المبادرة دي يعني هي يعني من أهم المبادرات الخاصة بالوقاية من الأورام. الحقيقة زي ما معالي الوزير تفضل وقال إن الوقاية من الأورام هي أفضل من علاجه، ولكننا لا نكتفي بحد الوقاية. النهاردة المبادرة تتعامل مع أورام عنق الرحم، أورام الرئة، أورام البروستاتا، وأورام القولون. من أهم الخطوات اللي احنا فخورين إن احنا شركاء فيها هي افتتاح أول معمل بيضم التحاليل الباثولوجية والتحاليل الجينية تحت سقف واحد. ده تطوير كبير جدا بيحصل في التشخيص وعلاج مريض الأورام السرطانية، لأن بكل بساطة علاج المرض ده بيبتدي من التشخيص المظبوط.